السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المسجد الطيب المبارك، ونسأله جل في علاه وكما جمعنا بكم في بيت ربنا أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام، وما أعظمها من نعمة، ونحمده جل وعلا على بعثة رسوله الأمين إلى هذه الأمة المباركة، ونحمده جل وعلا على نعمة القرآن، أنزل علينا كتابا لم يبدل ولم يغير ولن يبدل ولن يغير، لأنه محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أخي الكريم، كيف حالك مع القرآن؟ كيف حالك مع كتاب الله؟ كيف حالك مع القرآن في رمضان؟ على وجه الخصوص، لأن رمضان هو شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف حالك مع هذا الكتاب الذي من تمسك به هدي، ومن ابتغى العزة في غيره أو بغيره ضل؟ كيف حالك مع قراءته؟ كيف حالك مع تحكيمه في نفسك وفي بيتك وفي سلوكك وفي معاملتك؟ كيف حالنا مع كتاب الله جل وعلا؟ هذا القرآن الذي من تمسك به رفع الله شأنه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقى بنافع بن عبد الحارث وقد ولاه مكة، التقى به بعسفان فقال: من استخلفت؟ يعني أنت هنا من تركت وراءك واستخلفته على القوم في هذا الوادي، ويقصد مكة. قال: استخلفت ابن أبزار. قال عمر: ومن هو ابن أبزار؟ قال: مولى من موالينا، يعني عبد. قال: أتستخلف عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ كتاب الله وعالم بالفرائض. قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. فمن أراد الرفعة فعليه بكتاب الله، من أراد السمو فعليه بكتاب الله. لما جعلت الأمة الكتاب، هذا الكتاب، زينة على الرفوف ولم تعمل به في حياتها، صارت من أدل الأمم.
لأنهم ما عملوا بوصية محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. والله لو تمسكت الأمة بكتاب الله لعلا شأوها ولهابتها الأمم كما في العهد السابق. كان صلاح الدين الأيوبي، وما أدراك ما صلاح الدين، في حربه للصليبيين كان يمر ليلا على الخيام يتفقد أحوال الجند. كلما مر على خيمة فسمع فيها كلام الله يتلى يقول: من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر. وعندما يمر على خيمة يسمع فيها لغو وأشعار يقول: من هنا تأتي الهزيمة، نصرنا لن يأتينا إلا من كتاب ربنا. فطاقة الأمة في هذا الكتاب، ولا يمكن أن تستمد طاقتها إلا من هذا الكتاب. ولقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في قراءته، ورغب في تعلمه وتعليمه وحفظه. يقول صلى الله عليه وسلم: أيكم يغدو إلى بطحان أو العقيق، النواحي بالقرب من المدينة، فيأتي بناقتين كومويين، يعني سمينتين جميلتين، من غير إثم ولا قطعة رحم. فقال الصحابة: كلنا يريد ذلك. قال: أفلا تذهبون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد فتتعلم آية آيتين أو تقرأ آيتين؟ فآيتين خير من ناقتين، وثلاثة خير من ثلاثة، وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. والحديث هو مسلم. والله إننا في غفلة أيها الأفاضل. ألا يستطيع أحد أن يأتي إلى المسجد مبكرا ويأخذ هذا الكتاب وأن يقرأ آيتين؟ فآيتين من كتاب الله جل وعلا أفضل من ناقتين، أو أفضل من الدنيا وما فيها. بل رغب الحبيب المصطفى في هذا الأمر فقال: من قرأ آية فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فضل كبير. ثلاثة حروف بثلاثين حسنة، ثلاثة حروف، ما أحوجنا إلى هذه الحسنات أيها الأفاضل. ما أحوجنا أن نلتصق بكتاب ربنا، فهو النجاة وهو المخرج. ألف لام ميم، لا أقول ألف لا، لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. واتفق العلماء على أن أفضل الذكر هو تلاوة القرآن، أفضل الذكر هو تلاوة القرآن. إذا أردت أن يخاطبك ربك فعليك بكتاب الله، إذا أردت أنيسا في وحشتك فعليك بكتاب الله،
إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فعليك بكتاب الله. إذا أردت النجاح والفلاح في الدنيا فعليك بكتاب الله، فعليك بهذا الكتاب. يقول ابن مسعود: لا تنفروه نطر الدقل، أي الطمر الذي، ولا تهدوه هد الشعر، ولكن حلك به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، لا يكن هم أحدنا آخر الصورة. أنت تقرأ وتقلب في المصحف، هل وصلت إلى نهاية الصورة؟ ما هذه العجلة؟ ما دمت تقرأ في كتاب الله فأنت في عبادة. وقال أحد السلف: لئن أقرأ آية بتدبر أفضل من أن أقرأ عشرة. تدبر كتاب الله جل وعلا، تدبر آياته، وقف عند عجائبه، قف عند أوامره، وقف عند نواهيه، وقف عند قصصه. اغسل قلبك بكتاب الله. إذا شعرت في قلبك بشيء فعليك بكتاب الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن مع الكرام الصفرة البررة. هذا المتقن، والذي يتعتع بالقرآن وهو عليه شاق فله أجران. الله أكبر. حتى لا يقول قائل: أنا لا أستطيع القراءة، أنا أمي لا أحسن القراءة، لا يبغى أن أقرأ. لا، اقرأ وتعتع ولك أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. أجر القراءة وأجر المشقة. المهم أن تقرأ. يقول صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ثلث القرآن. فتساءل الصحابة فقال: سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، ثلث القرآن. ألا يستطيع أحد أن يقرأ في كل ليلة سورة الإخلاص؟ اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، ونعوذ بك من التقصير. سورة الإخلاص لأنها جمعت وأوعت التوحيد، لهذا كان فضل قارئها في الأجر كمن قرأ ثلث القرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى في ليلة، من صلى في ليلة بمئة آية كتب من القانتين، كتب له قنوت ليلة. ألا يستطيع الواحد منا أن يقرأ مئة آية؟ مئة آية قد تقرأها في عشر دقائق. ولهذا عليك أن تتخذ وردا كل ليلة، فلا تنام قبل أن تقرأ هذا الورد. اختم عملك بالقرآن لعل الله تعالى يختم لك بالحسنى، وليكن آخر كلامك هو القرآن. ضع المصحف عند رأسك واتل آيات من كتاب الله جل وعلا. والله إن هذا لخير كثير، وما أحوجنا إلى حسنة واحدة. تصور أخي الحبيب هذا الموقف وقد وزنت أعمالك، أعمالك وزنت وأنت في حاجة إلى حسنة لترجح بها كفتك، حسنة واحدة لترجح بها كفتك وتدخل الجنة. في تلك اللحظة ستتذكر ما ضيعته من أوقات، ما ضيعته من أوقات في المقاهي بدون فائدة، ما ضيعته من أوقات أمام شاشة التلفاز، ما ضيعته من أوقات في الجدال والكلام الفارغ. فأوقاتك
هي عمرك. وإذا مر يوم مر منك أو مر من عمرك، فرمضان سيعود، لكنك أنت قد تدركه أو لا. كم ختمت القرآن في رمضان؟ كم من مرة ختمت كتاب الله؟ ونحن الآن في منتصف رمضان، كم قرأت من آية في رمضان؟ كم من حزب؟ كم من جزء؟ أين الهمم؟ فلقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يختمون كتاب الله كل ليلة. يعني لو قلت هذا الكلام لقلت هذا ضرب من المستحيل. كانوا يختمون كتاب الله كل ليلة في رمضان. فأنت أخي الكريم، كم قرأت في هذا الكتاب؟ إلى أين وصلت في قراءتك لهذا الكتاب؟ وإن وفقك الله، أين وصلت في حفظك؟ إذا أردت أن تحوز الخيرية المطلقة فعليك بحفظ كتاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، ما أعظم هذه الخيرية! خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من أبناء الصحابة: سمع القرآن عن علي رضي الله عنه، وفيه خلاف أنه سمع عن عثمان أم لا، وكان يقول في زمان عثمان، وكان يقول وكان في مسجد الكوفة يعلم القرآن 40 سنة. قال: والله ما أجلسني في مجلسي هذا إلا حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعليه حفظ الحسن والحسين كتاب الله. ألا تريد هذه الخيرية؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن سهل ميسر، يفهمه كل واحد، ويمكن أن يحفظه كل واحد. وهذا يختلف فقط في زمن الحفظ، أما الحفظ فكل واحد منا رزقه الله حافظه. لا يهم أن تختم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في 10 سنين. الله أكبر! سيقول قائل بأن عمر عنده مشكل في الحفظ. لا أبدا، عمر من أعلم الصحابة بعد أبي بكر، بأدلة عديدة ساقها البخاري في كتاب العلم. فلماذا يجلس عمر في سورة البقرة 10 سنين؟ 10 سنين لأنهم كانوا يتعلمون العلم والعمل، ما كان همهم هو الختمة، ولكن كان همهم هو العمل. لأن القرآن إما حجة لك أو حجة عليك. لهذا لا يكون همك أن تختم القرآن، بل يكون همك أن تعمل بما تحفظ حتى يكون حجة لك غدا يوم القيامة، وأن لا يكون حجة عليك. هل تعلم أخي الحبيب أن القرآن يشفع لصاحبه؟ يأتي القرآن غدا يوم القيامة فيقول: يا رب شفعني فيه، منعته النوم، منعته النوم، فيشفع فيك القرآن وتدخل الجنة. وآية في سورة في كتاب الله شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي: تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك. فضل عظيم نحن في غفلة عنه أيها الأفاضل. لا يزال منتصف رمضان،
فأعقد العزم وتوكل على الله أن تختم كتاب الله فيما تبقى. يمكنك أن تختمه ختمتين أو أكثر، أو على الأقل ختمة. ألا يستطيع الواحد منا أن يقرأ جزء يعني حزبان قبل كل صلاة أو بعدها؟ لو قرأت جزء قبل كل صلاة قرأت في اليوم 10 أجزاء، 5 أجزاء عفوا، يعني 10 أحزاب، 10 أحزاب. اقرأ حزبا قبل الصلاة وحزبا بعد الصلاة. قبل أن تصلي كم يستغرق منك قراءة حزب؟ 15 دقيقة. يمكنك أن تقرأ 10 أحزاب في يوم واحد. يمكنك أن تختم كتاب الله في 6 أيام، في 6 أيام. قد تختم كتاب الله فيما تبقى من رمضان ختمتين أو 3. فقد استعن بالله ولا تعجز، وأعقد العزم وتوكل على الله من الغد إن شاء الله تعالى. لأنك إذا خرج رمضان ولم تحذ هذا الفضل وهذا الأجر فقد خسرت. ففي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. في هذه الأمة ينبغي أن نحطم الأرقام القياسية، وينبغي أن يحت بعضنا البعض وأن نتواصل بهذا الأمر حتى نكون من الناجين غدا يوم القيامة، وأن ينفعنا الله جل وعلا بهذا الكتاب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لقراءة كتابه، وأن يوفقنا للعمل بما فيه، وأن يوفقنا لحفظه، وأن يوفقنا لتعلمه وتعليمه. نسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار. اللهم اغفر ذنوبنا في هذا الشهر المبارك، اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار. اللهم اغفر لنا ويسر أمورنا، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إلى دينهم ردا جديدا، ردا جميلا. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم. اللهم ارحم المستضعفين في الأرض، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن الشيطان، ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.